أجرينا لقاء مباشر مع السيد المثنى عبد القادر الصحفي ومحلل مختص بشؤون شرق أفريقيا ورئيس القسم الشؤون الدولية في صحيفة الانتباهة السودانية، وحدثنا عن توقيع الاتفاقية وأنها خطوة جيدة، ولكن لم يتم أي شيء على أرض الواقع، وأن هناك مماطلة وأن المجتمع الدولي لم يضغط بشكل كافي. في الحقيقة دعني أبدأ أيضا من الموضوع الخاص بموضوع الاتفاقية. بجد أن كمراقب أن احنا نعتقد أن اتفاقية بريتوريا هي كانت اتفاقية جيدة وحاولت أن تحتوي كل القضايا، لكن كانت ينتقصها شيء واضح اللي هو الموضوع المصفوفة أو المصفوفة التنفيذ. صحيح أن الأطراف بعد ذلك جلست أيضا في نيروبي لإعداد هذه المصفوفة، لكن حتى الآن لا نجد على أرض الواقع ما هو تنفيذات التعهدات التي وقعت عليها الحكومة الأثيوبية. في رأيي الخاص أن عدم المواصلة في تنفيذ هذه الاتفاقية سوف يؤدي في النهاية إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في المربع الأول، وهو أن يخسر الطرفان الاتفاقية من جديد، ويخسر الطرفان الهدنة التي تم التوقيع عليها من قبل جبهة تيغراي ومن قبل الحكومة الأثيوبية. المجتمع الدولي بدوره حتى الآن يبدو أنه لا يستطيع الضغط على الطرفين أكثر من ذلك. وقال أيضا لنا أن الاتفاقية لم تضع حدا مفصلا لانسحاب القوات المتدخلة كالقوات الإريترية وعصابات الفن وميليشيات الأمحرة، وأنهم عليهم تنفيذ الاتفاقية الانسحاب، وأن قوات ميليشيات الأمحرة والحكومة الإريترية يريدون السيطرة على غرب تيغراي لأنهم يطمعون على هذه المنطقة، وأن هذه القوات لن تنسحب بشكل واضح. في المصفوفة بتاعت نيروبي أو في الاتفاقية بتاعت بريتوريا لم تضع بشكل مفصل موضوع التنسيق، كان يجب من البداية تصنيف هذه الميليشيات، ميليشيات بانو وميليشيات آثار وميليشيات كلها الأجنبية القوات الأريترية، توصيفها بشكل كامل أنه عليها تنفيذ الانسحاب من هذه المنطقة، تنفيذ الانسحاب لأنه جزء كبير الآن من المشكلة في أول العقبة الأساسية التي تقف أمام تنفيذ الاتفاقية في رأيي الشخصي هي موضوع غرب تيغراي، وهي التي تريد السيطرة عليها من قبل ميليشيات أنقرة ومن قبل الحكومة الإريترية، وكلاهما يطمعان في هذه المنطقة وكلاهما يطمعان في استيلاء هذه المنطقة ولتدبير هذه الجزئية إلى أراضيهم. بالتالي نحن الآن أمام مشكلة حقيقية، وهذه القوات لن تنسحب بشكل واضح. وفي الأخير وجه السيد مثنى كلمة للمجتمع الدولي الذي هو غائب بشكل كامل عن عمليات تنفيذ السلام. كلمتي اللي هي أوجهها للمجتمع الدولي، لأنه المجتمع الدولي حاليا هو غائب بشكل كامل عن عملية تنفيذ اتفاقية السلام التي وقعت في بريتوريا والمصفوفة التي وقعت في نيروبي. أنه مع مرور الوقت أن كسب عملية كسب الزمن هو في الحقيقة هو خسارة كبيرة جدا لشعب تيغراي، لأن شعب تيغراي أصلا كان يعاني من حصار طيلة الشهور الماضية، وهذا يعني الصمت تجاه هذا أيضا ينضم إلى قائمة الانتهاكات التي وقعت في الشعب التيغري، لأن الصمت في هذه القضية يعني كل يوم نحن هنالك أطفال يموتوا، هنالك نساء يعانين، هنالك مرضى يحتاجون إلى المساعدات الطبية، والصمت في هذا الاتجاه هذا يعني قتل هذه المواطنون أيضا مثلها مثل الإبادة الجماعية التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة.